هل تعتقد بأنه سيرحل أم سيبقى حسين؟ أنا أظن لو يفوز بالرابطة أبطال أوروبا راح يبقى محمد. هذه مفروغ منها. لا لو يفوز يبقى. لو إذا أقصي. إذا أقصي ما شكيتش محمد يبقى على رأس النادي. لأن يرحل لأن لأن. لا يوجد بديل مناسب في السوق حاليا. محمد ما عندوش. يوجد. عنده عرض من منتخب البرازيل. هناك عدة مدربين، ليس المشكل في العرض، هناك يعني تجديد. لما يكون إخفاق محمد نعم. معروف أن الإدارة راح تغير. هذا فريق ريال مدريد، فريق اللي يحب يعني مدربين ليعطوا الجديد للفريق. نعم. لو يخسر يعني راح يروح محمد. نعم. معطينا تصريح رودريجو، تفضل قاسم. هذه المهنة هذه صعيبة محمد، يعني تصور شحال أنشيلوتي هو في المستوى هذا، تقريبا 20 سنة هو يدرب مستوى العالي. في المستوى العالي نظن في بعض الأحيان المدرب يتعب محمد. نعم. رودريجو يقول في عمر 22 عاما حققت كل الألقاب لكن هذا ليس كافيا، دائما أريد المزيد. رودريجو من العلامات الفارقة والأرقام المهمة في معادلة أنشيلوتي هذا. نعم. الموسم كان يدخل كبديل أنشيلوتي، كان سعيد جدا بأداء هذا الموسم خاصة مع تسجيله لكثير من الأهداف الحاسمة في مباريات مهمة. نعم كان يدخل كبديل، كان أنشيلوتي يعتمد على فالفيردي في بداية الموسم. نعم. كجا أنفويلي تقريبا. نعم. جناح وهمي على أيمن. الجهة اليمنى ويعود يغطي في وسط الميدان مع مودريتش وكروس يعاونهم في تشواميني وكازيميرو لما كان كازيميرو لما جاء تشواميني. بعدها عاد فالفيردي لوسط الميدان مع الإصابات مع التدوير مع كثرة المباريات، كان يلعب رودريجو يخرج يدخل أسانسيو أيضا عاود ولا من كرسي الاحتياط نال الفرصة. اليوم رودريجو كان صرح قبل شهر من الآن بأنه حان الموعد ليحصل على فرصته، أعتقد بأنه في كل مرة يصنع الخطور، ما عطاش ليكيليبر كيلفو لريال مدريد، ما عطاش شويه ليكيليبر بارابول فينيسيوس على الجهه اليسرى، لانه فينيسيوس هو مصدر الخطر الاول. نعم. اللاعب كله مرتكز عليه، لكن حتى رودريجو. نعم. اصبح يفرض نفسه على الجهه اليمنى، لذلك اعطى توازن الهجومي بالنسبه لريال مدريد قوي إضافة. جدا على الجهه اليمنى وقوي على الجهه اليسرى عفوا من جهه فينيسيوس وقوي على الجهه اليمنى، لانه حتى رودريجو بامكانه ان يشغل منصب مهاجم ثاني. شفناه في العديد من المباريات لما يحب أنشيلوتي يغير يوضعه خلف بنزيما او مكان بنزيما، ايضا تفاهم مع بنزيما. نعم. نعم. بامكانه ايضا ان نعم. يلعب كقلب هجوم مكان بنزيما. بنزيما يعادل مارسيلو 25 لقب، القاب مارسيلو 25 لقبا لكريم بنزيما الذي يعتبر ايضا واحد من افضل اللاعبين هذا في تاريخ الريال، الموسم في ريال مدريد وفي تاريخ ريال مدريد. بنزيما يبقى شوكة في حلق الأندية الإنجليزية، معول عليه كثيرا هذا الأسبوع لقهر مانشستر سيتي والتسجيل في شباكهم. بنزيما وصل 20 مرة لشباك الأندية الإنجليزية في المنافسات الأوروبية. يقدر محمد، فبنزيما راح يشكل خطورة كبيرة لمحور دفاع فريق مانشستر سيتي. نعرف أن دائما غوارديولا يلعب دائما بالطريقة تاع محمد، المحور الوهمي أو الظهير الوهمي. نقدر نقول لك في هذا مثل هذا المباريات راح يستغنى عن هذه الخطه، راح يوضع يعني محوريين اللي دائما ما يكونوا فيكس محمد، لان بنزيما ليس مهاجمي فرق اخرى، ليس نعم. مهاجمي فرق يعني اللي ما عندهاش هذاك الحس التكتيكي والحس التهديفي والقوه البدنيه والمهاره. هجوم نعم. خط هجوم فريق ريال مدريد نعم. محمد يقدر يقهر اي دفاع. ارقام رهيبه لكريم بنزيما هذا الموسم، هو هداف ريال مدريد، 29 هدف في 38 مباراه في كل المسابقات. كريم بنزيما لم يسجل أكثر منه على الإنجليز إلا ليونيل ميسي. ليونيل ميسي مسجل 27 هدف على الإنجليز، وكريم بنزيما يأتي خلفه مسجل 20 هدف. الأندية الإنجليزية تهاب كثيرا. كريم بنزيما سجل 7 أهداف كاملة على ليفربول، 6 أهداف على مانشستر سيتي، و6 أهداف على نادي تشيلسي. كريم بنزيما هو كلمة السر في مباراة الريال سيتي، أليس كذلك قاسم؟ لازم نقول الحقيقة محمد، منذ ذهاب رونالدو كريم بنزيما تحرر، يعني ولا هو رأس الحربة، هو المسؤول، هو القائد الفريق، يعني كل شيء مر عليه، وهذا اللي دفعته وخدمته باش يكون من أفضل المهاجمين في 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 العالم. بنزيما للأسف ما شفناش كثير في المنتخب الفرنسي لأن حرموه منذ 5 سنوات، كنا نشوفوا بنزيما أفضل، يعني ما لعبش كأس العالم، ولكن يبقى هو أيضا هو رأس الحربة الأول تاع ريال مدريد. كما تكلم على حسين على دفاع تاع سيتي، نظن باللي راح يكون عنده ظاهر أيمن وظاهر أيسر ما يتحركوش، لأن إذا دخل
رودريغو على الجهه اليمنى وفينيسيوس على الجهه اليسرى راح يكون كلام اخر. نعم، سنحاول ان نستعرض تشكيله ريال مدريد المحتمله في مواجهه مانشستر سيتي غدا بحول الله بدايه من الساعه 8 ليلا بملعب البرنابيو. اذا كورتوا سيكون في حراسه المرمى، ميدو اذا لم تتفق معي اوقفني من فضلك، في الدفاع كارفاخال، روديغر، الابا وكامافينغا. في وسط الميدان كروس، مودريتش وفالفيردي. في الهجوم الابا في المحور. نعم، الابا ميليتاو معاقب، سيكون الابا وروديغر في المحور، على الجهه اليمنى كارفاخال، الجهه اليسرى كامافينغا. في وسط الميدان كروس، فالفيردي ومودريتش. اعتقد بانه يكون تشواميني. نكمل لك التشكيله ميدو، ساعطيك المجال. كروس، فالفيردي ومودريتش في وسط الميدان، ثم في الهجوم بنزيما راس حربه، فينيسيوس جونيور على الجهه اليسرى ورودريغو على الجهه اليمنى. ما هو الاختلاف الذي اعتقد بانه البدايه بمودريتش كاساسي من البدايه، هو عائد من اصابه لعب 10 دقائق في المباراه الماضيه، صعب خاصه انه في مواجهته سيكون كيفان دي برين، رودري، غوندوغان، نعم، رياض محرز، غابرييل، عفوا جاك غريليش، يعني فيه تنوع كبير. المباراة هذه تكون معركة طاحنة خاصة في وسط الميدان، والجميع يعرف بأن السيتي أكيد من سيبحث عن لابوسيسيون، يعني الاستحواذ. من سيدخل في مكان؟ أعتقد سيضع تشواميني كون بيفو ديفونسيف، ويحط كروس وفالفيردي من أجل مساعدة تشواميني، لأنه سيواجه وسط ميدان قوي. أعتقد بأنه في مباراة خبرة مثل هذه سيعتمد على مودريتش منذ البداية، من الإصابة على مستوى، ولكن جاته ولكن يميد دخوله في العشر دقائق الأخيرة من المباراة الماضية هو مؤشر على انه يحضر في كروس لهذه المباراه. يعني يلعب كروس كرقم سته، فونتخ مونجي بار مانشستر سيتي في وسط الميدان، لانه كروس في كل المباريات اللي لعبها كون بيفو ديفونسيف، هاي الامثله امامكم. يقدر يكون كروس متراجع قليلا. اي فوالا، واش راني نقول لك؟ يعطيك، يقدر يكون كروس متراجع قليلا ويكون فالفيردي على الجهه اليمنى ومودريتش على الجهه اليسرى. المشكل هنا يكمن، اللي تابعوا ريال مدريد جيدا واللي تابعوا جيدا شوفوا كروس لما يلعب كوسط ميدان استرجاعي ماهوش نفس المستوى لما يلعب كاروليير غوش، سي با الميم نيفو. امامه رودري اللي قدم موسم خرافي مع مانشستر سيتي، غوندوغان قوي جدا، ايضا كيفان دي بروين اللي يلعب في المساحات ويحب يلعب خلف ظهر لاعبي وسط الميدان، ولا سا ديبون كيفاش يلعب غوارديولا. الا غوارديولا اليوم راح بالطروا دو كات، سناتي الى تشكيله غوارديولا، ولكن بعد ان نستعرض مع حسين رايه بخصوص التشكيله الاساسيه للريال. شوف وسط الميدان، شوف الدفاع كل شيء واضح محمد، والهجوم كل شيء واضح، الواضح المشكل في وسط الميدان. وسط الميدان يقدر حتى محمد يقدر يلعب بتشواميني، فالفيردي ومودريتش، ينحي كروس يخليه محمد كاستنجاد، لو ما يكونش في حاله مودريتش يعوضه، يخلي كروس، لان محمد باش يدير مودريتش وكروس ومعاهم فالفيردي مستحيل محمد. علاش؟ راح يكون تفوق، يعني عجوزين في كروس ومودريتش، تعتبرهم عجوزين، شيخين هاريمين لا يستطيعان مجابهة. ليس شيخين محمد، عودة مودريتش من الإصابة هي اللي راح تخلط الأوراق، لاعب لي يولي إصابة عنده الخبرة، لكن محمد القوة البدنية ماكاش خبرة في مثل هذا. أنا في مكان أنشيلوتي نلعب مودريتش، أهم مباراة في الموسم يلعب مودريتش محمد، تلعب خلف العشر دقائق الأخيرة تلعب مباراة، يقدر يبدأ مودريتش ميزان في وسط الميدان. صح محمد، وجود مودريتش يعطي طمأنينة للاعبي ريال مدريد، يخوف لاعبي مانشستر سيتي. مودريتش راه سنين من الخبرة، سواء في كؤوس العالم، في منافسة الشامبيونز ليج. أنا أشوف بأنه مودريتش يكون حاضر أساسي محمد في مثل هذا المستوى، ما كان لا يخوف له والو محمد، كاين جاهزية محمد. لو يكون مودريتش جاهز من الناحية البدنية راح يؤدي أداء راقي وراح يساعد الفريق ريال مدريد. قلنا مودريتش انتهى، شفناه يجري، لكن عودة من إصابة الأخيرة، شفناه في كأس العالم الأخيرة يجري من بين أحسن لاعبين، شفناه يجري مثل الشباب 22 و23 سنة. بعد المرة عاد من إصابة عضلية يا ميزو، شحال ركن للراحة، اسبوع 10 ايام، عوده سريعه ما كانش يتوقعها ولا احد، عوده سريعه لكن لمودريتش. نعم، بفضل الطاقم فهاد السن، اعتقد بانه لاعب 38 سنه ليسكيو جومبي، خلينا في 10 ايام نسمعوا راي قاسم سعيد، هل سيلعب ما يلعبش، يغامر به، يخليه في الاحتياط؟ دوك نولي لك لوسط الميدان محمد، دوك نولي لك نتكلم قبل على الدفاع، ولو ما كانش ميليطاو، ما كانش مشاكل في محور الدفاع اللي خلى ميليطاو معاقب، يبقى الابا وروديغار المدافع المفترس الذي لم يفترس احدا هذا الموسم. نعم، تبقى الجهه اليمنى اليوم كارفاخال بكل صراحه تراجع المستوى تاعو كثير. كامافينغا ماهوش مدافع اصلي، هنايا كاين اشكال، ولو راهو ديباني ولكن ما راهوش مدافع اصلي.
نولي وصل الميدان، انت تحوس محمد على راس المثلث اللي كان هو كازيميرو. نعم. من راح يلعب في هذا المكان؟ هذا هو المشكل. هل مودريتش يقدر يلعب في هذا المكان؟ من المستحيل. اللاعب الالماني يقدر يلعب في هذا المكان؟ من الصعب. اذا هنا نشوف انا ربما تشواميني قادر يدير هذا الرول تاع سنتينال هدايا، يعني هو يدير سنتينال لانه راح يقابل وسط ميدان من اقوى وسط ميدان في العالم، دوبرين قدرة بدنية كبيرة، رودري، يعني من الصعب. ولابد لازم يكون عنده لاعب استرجاعي يلعب يعني كونستامون وسط ميدان دفاعي. هذا